فاحنا كمراكز تجميع البان متابعه وزاره الزراعه لنا والدكتور عبد الرشيد بعد التطوير المتابعه كانت عامله التطوير نفسه. متابعه الزراعه لنا والطب البيطري والاداره الزراعيه هنا. احنا كقريه بشوايه ممكن نلاقي رعايه، عندنا بعض المشاكل اي نعم، بس الحمد لله كل مشكله بنقابلها بنلاقي حلها، ما عرضناش مشكله على حد غير لقينا اللي يتابع معانا المشكله، ما اتحلتش بساعتها فالا عندنا برنامج بس عشان مشكلتنا تتحل. فبالنسبه لادارتنا كمراكز تجميع البان الدوله مهتميه ممكن بجزء كبير، في مشاكل اي نعم بس الحمد لله رب العالمين مع التطوير والمتابعه المشاكل بتتحل. النهارده بقينا ماشيين علمي في تجميع الالبان، بقى معانا مواعيد، بقى معانا مواصفات، بقى معانا اجهزه، قدرنا ناخد تمويل. التمويل عايز شغل كتير من البلد، جهد كتير مننا، بس بفضل الله بفضل الله بفضل الله طالما كنا واقفين جنب مصر ان شاء الله ربنا يسهل. عندنا اداره سياسيه واعيه مهتميه بالفلاح المصري، مهتميه بمراكز تجميع الالبان، مهتميه بجوده وكفاءه اللبن في مصر، عايز في الاول وفي الاخر يطلع عندي منتج ممتاز لاطفال مصر، للناس يطلع منتج عالي الجوده. عندنا شركات جابت اجهزه ممتازه، عندنا شركات فيها متابعه عاليه جدا لجوده اللبن وكفاءه اللبن. شغل علمي سواء على الاجهزه سواء في مواعيد لم اللبن، الفلاح قدر يعرف هو يتعامل مع الحيوان ازاي في حاله الامراض، في حاله الاوبئه، الحليب معاده ازاي، ازاي احلب الحيوان بطريقه صحيه، ازاي احافظ على الثروه الحيوانيه في مصر، ازاي ان انا اقدر اتابع من اول الفلاح لحد ما اللبن يوصل اكبر شركه في مصر، لحد ما يوصل اعلى منتج. وده تقريبا 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 اللي الدوله بتوصل له، ان احنا نبقى الكواليتي او المستوى او جوده وكفاءه الالبان في مصر تقل عن كده. عندنا قياده سياسيه واعيه، عندنا محافظ دكتور رحمي ممتاز مخلي باله من الوزاره، متابع معاها جدا وزاره الزراعه، الدكتور عبد الرشيد متابع جيد جدا، الطب البيطري، وزاره الصحه. ما عندناش مشكله بنعرضها غير ونلاقي على القليله، حتى لو ما اتحلتش على القليله اللي بيسمعها، ما كناش بنلاقي اللي بيسمعها قبل كده. النهارده تحت إدارة القيادة السياسية في ظل الرئيس السيسي، في ظل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، إن شاء الله 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 مصر للأمام. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.